السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه عندنا حدث عالمي، حدث هز الكيان الفشيخ اللي كلنا عارفينه، خرم صغير في مؤخره الكيان. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. الحكايه بدات يا جماعه النهارده الفجر. مجموعه من اخواننا الصهاينه صحيوا الصبح عشان يصلوا الفجر الساعه 4، اكتشفوا ان في 6 مساجين مش موجودين في زنازينهم، والزنزانه لمؤاخذه مخروقه، وبداوا يتابعوا تفقدوا البتاع لحد ما وصلوا ان كان في خرم خارج السجن. الخرم ده يا جماعه خرج منه 6 مساجين. السجن ده يا جماعه اسمه سجن جلبوع، ده اسمه، وبعدين هو بالله مش بالره. سجن جلبوع ده يا جماعه سجن شديد الحراسه، وبالمناسبه اللي خرجوا كلهم محكوم عليهم سجن مدى الحياه، فكانت الحياه بالنسبه لهم صفر. طبعا بداوا يحفروا ازاي ويعملوا ازاي، شفنا ده في افلام كتيره جدا. دلوقتي بقى في اقبال كبير جدا على خلاص من شاوشنك ومسلسل بريزون بريك، وطبعا رجعوا تاني لاواخر السبعينات لفيلم الهروب الكبير زي ما بيقولوا عليه. كله دلوقتي بقى يتفرج على الحاجات دي عشان خاطر يبداوا يشوفوا ويركزوا الناس دي هربت ازاي. طبعا بقى يبقى السؤال المهم، بقى فين الامن الفشيخ العظيم؟ بعدين على فكره بالمناسبه ده مش سجن عادي، ده مش نقطه مركز، ده مش حجز لمؤاخذه في عزبه ولا على ناصيه شارع، ده سجن شديد الحراسه. يعني شديد الحراسه دي لوحدها تقول لك ان اصلا اللي بيفكر يهرب منه ده ما ينفعش. هربوا ازاي؟ طبعا بقى بتفاصيل كتيره جدا وحواديت كتيره جدا، وبعدين ده واقع مش افلام ولا مسلسلات ولا روايات. فهل بقى ترى هنلاقي حد يستثمر الحدث العظيم دوت؟ حد طبعا من العرب الاشاوس المسؤولين عن الدراما في الدول العربيه، تحديدا دوله الامارات العظيمه اللي هي بتمول، اللي جاي عملت افلام كتير عشان تشوه دول تانية عربيه برضو عادي جدا. فهل هنلاقي في انتاج عربي ضخم يقدر يعمل عمل زي ده؟ وبالمناسبه الاوسكار والمهرجانات بتحب الحاجات دي، قصه واقعيه يا باشا، وعلى عينك يا تاجر، وشغل على ميه بيضة، وصوت وزور. وعلى فكره الابطال موجودين عندنا، يعني الست جثث ابطال موجودين، يعني مش هتتعبوا في حاجه خالص. وناس معاصرين مش ناس بقى من زمن فات، ده لسه توتو على كبوته. فهل هنقدر نستثمر الحدث ده ونستغله دوليا واعلاميا؟ وطبعا مش عايز اقول ان في يمكن الخرم اللي في الارض ده او الخرم اللي في الحيطه ده، للاسف الخرم اللي بالنسبه لاسرائيل اكبر واوسع بكتير جدا في اللي حصل النهارده. دلوقتي المنظومه الامنيه الفشيخه اللي طبعا طول الوقت زي بالظبط اسطوره خط بارليف العظيم اللي كان الحصن المنيع الذي لا يقهر والكلام ده كله، هم دول بتوع يعني اساتذه في الاوفر اكتنج، اساتذه في النفخ، اساتذه في ان هم يعملوا هاله كبيره حوالين نفسهم وهم صفر. فالنهارده انتصار كبير، انتصار عربي فلسطيني كبير على الكيان الصهيوني المحتل. والف مبروك، مبروك الحريه عليكم يا اشاوس، واتمنى الناس تتعلم ان الخلاص ما بيجيش الا بالدراع وبالدماغ. سلام.